تقوم وزارة الزراعة متمثلة في إدارة الحجر الزراعي بدور محوري في متابعة كافة الإجراءات لمتابعة المحاصيل الزراعية، خاصة مع ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية بزيادة قدرها حوالي 15% عن العام الماضي. المزيد من التفاصيل رصدتها لنا الزميلة شرمندة الدسوقي. إليك شرمندة. نعم، تحياتي لكل مشاهدي دي ام سي الكرام، مستمرين مع حضراتكم في المتابعه من داخل محافظه البحيره، بالتحديد من داخل محطه صلاح الدين، حيث اعلنت وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي بارتفاع حجم الزياده والصادرات لهذا العام من المحاصيل الزراعيه المصريه حوالي نسبه 15% وفقا للتقارير التي اعدتها الحجر الزراعي لهذا العام، بالتحديد من خلال اول يناير وحتى 29 يونيو ل 2021. كما عدت ايضا وفقا هذا التقارير اهم المحاصيل على قائمه هذه الصادرات، من بينها الموالح والبطاطس والرمان والثوم وايضا البطيخ. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الشان بينضم الينا المهندس اشرف محمود، مدير اداره التعبئه والشحن. بنرحب بحضرتك يا فندم في البدايه على شاشه دي ام سي، ولو تطلعنا الى هذا الكم الكبير من الانجاز لتقدم حجم الصادرات لمصر في خلال هذا العام. اهلا بك يا فندم. طبعا هو زي ما حضرتك قلتي في ارتفاع في نسب الصادرات 15% عن الاعوام السابقه. طبعا ده يترتب على دور اداره الحجر الزراعي في مساعده جميع المصدرين. ولو نظرنا الى الارقام احنا هنلاقي ان الموالح السنه دي احنا مصدرين 1,700,000 طن بزياده تقريبا 20% عن العام السابق. العنب احنا مصدرين في 2020 139,000 طن، السنه دي حتى الان 120,000 طن، ولسه الموسم لم ينتهي بعد. وياتي دور ايضا الحجر الزراعي في زياده هذه النسب المساعده في فتح اسواق جديده في دول الاتحاد الاوروبي ودول شرق اسيا والدول الافريقيه اللي استوعبت زياده هذه الكميات من الصادرات للاسواق اللي تم فتحها عن طريق الجانب الحجر الزراعي المصري بالتفاوض مع جانب حجر الزراعي في كل دوله. يا فندم، لو تحدثنا ايضا عن هذه الخطوات اللي بتتم في المكان لازم نتواجد بها الان من خلال التعبئه والشحن ووصول الفكاهه والخضروات اليها للانتقال للمرحله الاخرى وهي الصادرات. قبل بدايه الموسم بنتقدم للحجر الزراعي بطلب لاعتماد وتكويد المحطه عشان تكون المحطة تقدر تصدر عنب سواء لاتحاد اوروبي او اعتماد لدولة الصين. بعد ما بطلب الاعتماد واخد الاعتماد، الحجر الزراعي بيوفر لي لجنة دايما في المحطة بتساعدني في عمليات الفرز والتعبئة والاستلام، وبرضه بتنظر لعمليات الشحن النهائي للمنتج. وياتي دور الحجر الزراعي ايضا في استخراج الاوراق في الميناء وفحص البضاعة واعطاء الشهادة الزراعية، وان انا اقدر اصدر البضاعة بتاعتي لدول الاتحاد الاوروبي او للجهة اللي رايحة البضاعة يعني. مهندس اشرف محمود، مدير لاداره التعبئه والشحن، بنشكر حضرتك على كافه هذه المعلومات والجهد المبذول. يعني الصوره هي خير دليل كما تشاهدون من خلفي، الجميع يعمل على قدم وساق لمشاركه مصر في كافه المجالات ولاعلاء العلم المصري في كافه الدول ومشاركتها داخل السوق العالمي. برغم من جائحه كورونا التي تواجه العالم باكمله، الا اننا مصرين على البقاء والاستمرار في عجله الانتاج. كان هذا كل ما لدينا من داخل محافظه البحيره ومتابعه ارتفاع حجم الصادرات للمحاصيل الزراعية. عودة إليكم.